الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، وحن كسوة كتابك التحفة السنية لمحمد ابن عبد الحميد أيام كسوة جرني وحن نسوة جارني باب الفاعل أيام كسوة جارني باب الفاعل وحن سوء أقرني سي مجملة صغة أغاهد لي فاعل كأي مرفوعات بأوردان وهي عشر كنانو كبلا بانايا أقسام الفاعل وأنواع الظاهر منه وانك وكبلي محمد عبد الحميد وغيري أقسام الفاعل هذا كانوا أقسام الفاعل فاعلك قيبه سيوي إيو أنواع الظاهر فاعلك ظاهر كان عيال كيسا ظاهر كاسو منه فاعلك أقسام تيسا كمذا فاعلك أنواع الظاهر ظاهر كان عيال كيسا ظاهر كاسو منه فاعلك كمذا هل كان يقول يا فاعل كل لفظ قيب سما انه نوض اسم ظاهره يا انه نوض ضمير فاعل كل لفظ من نوض كره هذا ظاهر كيو بلابي marka ظاهر ka marku bilaabayo wax yar u fiirso isimka wuxuu misaali doona ila 20 misaal 20 ka misaal sidaan ay ku iimaanayaan waxa weeye waxa faacilka oo ficilkan sameeyay inuu yahay mufrad mudakkar hal nin inuu yahay waxa sameeyay inuu yahay iyo mufrad muannatha hal qof oo dumara soo laga ma aha inuu yahay faacilka ficilka sameeyay labo qof oo mudakkar ah laba mudakkar ah laba qof oo rag ah inay ficilka sameeyeen oo faacilka noqdaan inay noqdaan laba dumar ah waa afar rag badan inay noqdaan oo jamci mudakkar saalim kay ku yimaadaan jamci mudakkar saalim inay ku yimaadaan oo jamci mudakkar saalim ay faacilka noqdo waa shan جمع المؤنث الصالب انه نوض فاعلك واللي جمع التكسير مذكره انه نوض وتضرب جمع التكسير او مؤنث انه نوض وسيدين انه نوض اسم اعرابته ايسن كمقين لو قدريه اسم مفرد عاديه ولكن تو اخره الف او كلا ام او دميده ام ي او كلا سو ما جيدت وا سغال انه نوض اسماء الخمسه مت كميده طوبان طوبان كاس ماركا فاعلك مرنا فعل كاوحو نقونا فعل ماضي أو فعل ماضي يطبان كاسو نقونا يان فاعل مرنا فعل كوحو نقونا فعل مضارع أو فعل مضارع أي فاعل نقونا يان لباتن كساسو كو إمانا يان لباتن كاس مثال أي مثال أفرسو مركا لباتن كاس وحو خبا أبادي يعني سيداس أبادي لبا شيء إناد أغاتو لبا شيء إناد أغاتو ومهم كو waa weeyeen isim ka faa'il la yiraahdo waa marfuu mel alla meeshaad ku aragto faa'il inaad ogaato inuu godan yahay waa koow intaas kali uu kugu ma filna waxa labaad oo laga rabaa inaad markasta ogaato isimkan waa faa'il waa marfuu aan weeri calaamatu raf'i subhan qani calaamatu raf'ihi waa weeyeen baabu macrifat calaamatu al-ihraab ya qul laaban haduu noqdo mufrad waxa lagu raf'ina waa taqana calaamatu raf'is ama mudhakkarat ama muannath waa dam حديو صحيح الاخر هي ولا لا موجين هضم عت الاخر هي ولا لو قدر مصنه هدو هي اما مذكرات او مؤنثه هذه الف لو رفعين هدو هي جمع مذكر وصالب اما اسماء الخمسه وهو لو رفعين جمع مؤنث صالب اسا هو لو رفعين ضم وح ويان وحو كوغو تلغلي marka lugu leeyo faa'ilku waa marfuu calaamatu raf'u way kala duunaana ho sidad baabu macrifat calaamatu al-i'rab ku soo baratay ayad ula laama magarad marka labadaas shay waa inaad ogaataa isimkan waa marfuuc koow calaamatu raf'uhu hayt calaamatu raf'uhu waa weeyaan isku mid ma aha baabu macrifat calaamatu al-i'rab ya dulal laaban ma garatay haduu yahay mufrad haduu yahay jamc taksir haduu yahay jamc mu'annas salim saddexda dhamma lagu raf'in haduu yahay asmaul khamsa iyo jamc ku salimna waa waa lagu raf'in haduu yahay waxa weeye waxa weeye hadii uu yahay jamc taksir iyo jamc mu'annas salim iyo mufrad waxaan ila dhamma lagu raf'in هدو يهي جعل ابو سالم ياسم الخمس سنه وهو لو رفعين هدو مصنى هنا الف لو رفعين وحفعل نقو كان هو انتاس مركه سببته او او عيله مثله او بدينه واسداس
قال وحير محمد بن محمد بن داود السنهاجي وهو فاعلك على قسمين لبقي بذكركود وهذه ظاهر يا ظاهر لبضوا يكون بنانت هذا ترى ظاهر قسمين أي تابع تودك بدلن تابع نوسوء جان مطبوع يسون قراءة مركوا حلا ضهاي ظاهر من ظاهر أيوة هذه يو مطمر مطمر إنه يقعد فانت وحكى ركوبا عن ظاهر أدقولته أو خبر كان يكتب مبتدأ ما حد يفوز وقدرت أو آت ترى هذا وحويان أحدهما لبعض قيود متكود ظاهر وظاهر وثانيهما كان لبعضنا مطمر وضمير مركا لبعض باكوبا ناي نحو قولك وذلك فالظاهر ظاهر كي كبلو مركا فالظاهر فاعلك ظاهر كا إلا فاعلك لبو نغوك رهال ويري اسم ظاهر اينو فاعل نغوضو إيا اسم مطمر وضمير اينو فاعل نغوضو لبعض اصا فاعل نغوك رتال ويري فالظاهر كان ظاهر كا نحو قولك هذا الكاغو كالوي قام زيد زيدا استاغي اتراهدو هذا فاعل محان نغوضي مفرد مذكرة هل مرة عرف كان كوم مريو قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب زيد فاعل قام وفاعلك قام هذا فاعل مركوا محي مرفوع وحكى لا ما فيك علامة رفعها محادقين ومفرد مذكرة مفرد وضمنا محل رفع كده ضم وعلامة رفع الضمة ظاهرة على آخره مركوا حال هذا زيد فاعل قام مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره هذا فعل ماضي فاعل نقول هذا مضارع فاعل نقول والله وعكوير ويقوم زيد زيد هذا كده استاجع أما هذا بيستاجع ويقوم زيد زيد استاجع ما قرأتي ويقوم الواو حرف عطف يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع الضمة ظاهرة على آخره إلا فعل مضارع وأتصبرت حاجز زيد فاعل يقوم مرفوع وعلامة رفع الضمة ظاهرة على آخره أي وقام زيدان لبدي زيدا استاجين لبدي زيدا استاجين هي ما كان حكومي ثانية أيضا وفاعل نقضي مثنى فعل كنا ماضي فركا واحد رضا قام فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وتصبرت الزيدان فاعل قام وفاعل قام فاعلته هو مرفوع مركا الزيدان فاعل قام مرفوع إيه منصوب من غكر مجرور من غكر مرفوع وعلامة رفعه مركا محد مثنى محد كون رفعين وإن الدم قول الله تباب وعرفة علامات الإعراب مسكح بعض وعلامة رفعه الألف ده إلا مثنى واحد يقول رفعه الألف وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم لأنه مثنى وهي والنون عوض عن التون في الاسم المفرد هذا نوع يكون مثال أيضا فعلك مضارع نقضي فعلك نوع مثنية ويقوم وحا استاغيان الزيدان اللي بدي زيد يقوم فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره الزيدان فاعل يقوم مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم لأنه من الأسماء لأنه مثنى ما ناب في حرف عن حركة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد وقام وحا استاغين الزيدون زيديال كي بطنا مثال كان محوكوكو مثالي وحوين ايضا فاعل نقضي جمع المذكر السالم رك بطن او جمع المذكر السالم ها فاعل نقضي فعل كان هو ماضي قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب الزيدون فاعل قام مرفوع فاعل ومرفوع لكن علامة رفع محاد كدين وجمع المذكر السالم جمع المذكر السالم حاله رفع جن وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع المذكر الصالح صادق الله والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد هاي هذا جمع المذكر الصالح يضع فاعلك إياه لكن فعلك مضارع ويكون مثالنا ويقوم وحي استاجد دون الزيد دون زيد يالك بضمة يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع الضمة ظاهرة على آخره الزيد فاعل يقوم مرفوع وعلامة رفع الواو شخص كتاني واو الغرفية وعلامة رفع الواو نيابة عن الضم لأنه جمع المذكر الصارف ونون عوض عن التنوين في الاسم المفرد هاي وقام الرجال رقيا استاغي هذا لو حكوم مثالي جمع التكسير سوى فاعل نقضي جمع التكسير كله وليما مذكر هاي جمع التكسير ضم واتقانات باب معرفة علامات الإحرام كلها وحالو رفع الشري ضم مذكر مؤنث كيس اسكو مذكر هاي هذا مذكر كي يكون مثالي مركوري فعل كنا ماضي وقام وحي استاغين الرجال رقي قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب الرجال فاعل قام مرفوع وعلامه رفع الضمه ظاهره على اخره ويقوم وحي استاغيان الرجال رقي شوف تكسير ويف فاعلك لكن فعلك يا مضارع نقضي مركا
يقوم فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب الجازم وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره. الرجال فاعل يقوم مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره. هذا هو بلابا مركب مؤنث في بلابا فاعل يالك يوم مؤنثة إلا وذكو مثالية مفرد مذكرة مثنى مذكرة جمع ذكر سالم جمع تكسير مذكرة أفرت أسكو مثالي أفرت مؤنث كي يكون مثالنا مفرد مؤنثة مثنى مؤنثة جمع مؤنث سالم هي جمع تكسير مؤنثة انت صرا انه يكون مثالي او افرت اس او مرنا فاعل ونقطة فعل ماضي مرنا فاعل ونقطة فعل مضارعة. وقامت ويستيكت هند كبد هند لديجري قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. قامت فيري قامت تابان واحد وتسو اوغات تابان واحد كسوغت فعل كعلامديس مركي لغا هدلاي واتا لديجري تا او تانيث واتا داس واحد تستا فعل كان عد لو تيريي او فاعل كا او اهو سميده اني ددق تحاي مؤنث اني تحاي تاسي تسي هذا قامت فعل كي قامها تاس واحد لو لحريريه فاعل كا فعل كان سميه قيام كا واحد سميه او استاغد سميه الا استاغد هو فعله اي مؤنث هو ددق تاسي كو تسي سو ما جديد تاسي كو تسي مركا حاله هذا قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب والطاء علامه تانيث الله والطاء علامه تانيث الله فيري والطاء علامة التأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب يدو اسك حرف سو مجد والطاء علامة التأنيث الله وعلامتك تصيد فعلك وحسمي إني ندقهين هند فاعل قامت مرفوع واسم مفرد اسم مفرد مذكر مؤنث مكة الله حين وحال الغرف إيشري الضم ولا بضبا مركة الضوء فاعلها من حيث أغاني إنه مرفوعها علامة الغرف أيضا إن ضمتها لو أدوغيرها الدو مفرد فيري مركة واحدة هاي هند فاعل قامت هذا الفاعل نغطي مركة مرفوع وين اعتراضه هي علامة رفعها هذا مفرد هي ما هي علامة نغطي ضمه وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره لما بأس وين اعتراض مركز تحسوس الطاء إنسان كان حكم كسوان محي وفاعل فاعل ومرفوع مركة علامة رفعنا ومحي هذا مفرد هي وضمه هي هذا مفرد معنثاه فاعل كوي لكن فعل كي مضارعة وتقوم واستيقيد هند تقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب الجازم وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره. هند فاعل تقوم مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره. وقامت ويستيقن الهنداني وقام الواو حرف عطف قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وطا علامة التأنيث وحرك بالكسرة تخلصا من التقاء ساكنين تعدا أثر وحبا لنا تاء التأنيث تعدي تسيدي بالدقن مرة الساكن او ريبانيت لكن ما هذا لو حركي لو هوس دغه وها لو حركي حرف ريبانا كدنبيه الا الهنداني همسه همسه توصل الى هذا كما لا اسكو قبطه وا دعبا يدا لو ما لا اخريو لامته كدنبيه همسه هي تا ادا لودا بو ريبي لبا حرف او ريبان عربي لو ما دواقي كرو حداي ساسو كلي دعدو حرف حرف الا هدوسن لبا حرف كو جيري ميد كوريا لا اسكو هوس دغه مرمر كان هو ريوا لا كور دغه soo bacayid marka calaamad laga qararayo laba xaraf oo reeban inay kulmaan ayaa taada marka loo hoos dhigay ee asalkeedu wax iska lehed sukun marka waxa leedahay wata calaamatu tamith wa hurrika bil kasrati takhallusan min iltiqa saakinin way al hindani fa'il muannath marka fa'il muannath oo musanna'a ayaa fa'il noqday maanta ogow isim oo musanna'a oo laba dhigta tusaya ayaa fa'il noqday al hindani fa'il qamat marfu'un wa calaamatu raf'i inu marfu' yahay waxan ka faa'ideysanay wa fa'il علامة رفعهم حنك دينا ومثنى مثنى حال رفع جري ألف وعلامة رفع الألف نيابة عن الضم لأنه مثنى ما ناب في حرف عن حركة ونون عوض عن التوين في الاسم المفرد دي. هي هذانا مثنى مؤنث يقوم فاعل لكن فعل كي مضارع ومثالنا ويقوم الله حرف عطف يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب الجازم وعلامة رفع الضمة ظاهرة على آخره. الزيدون فاعل يقوم مرفوع وعلامة رفعه واستري صماها واستري اي وعترى وتقوم واستاغيا الهنداني قلد انا خري ميل كلا اشي قبطي وتقوم الواو حرف عطف تقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامه رفع الضمه ظاهره على اخره. الهنداني واسم مثنى مؤنث فاعل النقضي الهنداني فاعل تقوم مرفوع وعلامه رفعه الالف نون تنون نون عوض عن التنوين في الاسم المفرد يلاه وقامت وحا استيغين الهندات ويندوين كي بطنا فاعل ما انت وحا نغضي جمع المؤنث السالم جمع الذي يجري جمع ندق خد محال ورفع يجري وين اطباب معرفة علامات الإحرام مسكحة كوهيدا
waxaa lagu rafci jiray waxa weeyaan dam jacma musalim hataana baabka soo fahmin baabka ma la qabsan kartid ki waa inaad ku laabataan hadii kanu waxa weeyaan aadan korka ka xifsareen kaas marka waxa la qama al waaw harf cad min qama fi'l maadi mabni ala fath la mahalla min al i'rab wa ta wa alamatu ta'nith mahalla hoos dhigay ila taaban waa reebaneed mabni ala sukun ladhi wa hurrika bil kasrati takhallusan min iltiqa'i saakinin alihin datu fa'il qama wa fa'ilki qama fa'il hadayta hukumku waa maxay marfu'un wa gudayn wa alamatu raf'ihi alam tafham halaga dhigay wa jamanu salim damawi wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhihi wa takam muqata'a akhir aya ayaba marka jamanu salimki ya wali fa'ila laakin fi'liki ya labadalo mudari' laga dhigay wa taqumu istaagayan al-hindatu wa taqumu al-wawu harf 'atfin taqumu fi'lan mudari'an marfu'un litajarrudihi min an-nasb al-jazim wa alamatu raf'ihi al-hindatu aya وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره الهندات فعل تقوم مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره هاي هذا وحكم مثال جمع تكسير أو مؤنث فاعل غدا جمع تكسيرنا مذكر مؤنث مذكر بهن غدا وحا لو رفع جرى علامة رفعها وهو ضم وقامت وحا استاغن الهنود هندوين كي بدنا وجمع تكسير قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب وطاء علامة تأنيث وحرك بالكسرة تخلصا من التقاء ساكنين الهنود فاعل قام مرفوع قامت مرفوع وعلامه رفع الضمه ظاهره على اخره هي هذا جمع تكسير مؤنث فاعل لكن فعل كيا مضارع نقضي وتقوم الواو حرف عطف تقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب الجازم وعلامه رفعه الضمه ظاهره على اخره الهنود فاعل تقوم مرفوع وعلامه رفع الضمه ظاهره على اخره وقام وحيست هلكا سيده كو دمي هذا وقرب انه كو ميثاريو اسماء الخمسه ضيف فاعل نقض وقام وحا استاغي اخوك هذا ولالك قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل من الاعراب اقو فاعل قام مرفوع وعلامه رفعه ومرفوع الا وفاعله لكن علامه رفعه محل قدين واسماء الخمسه اسماء الخمسه محل رفع جري واو وعلامه رفعه الواو دمرك اخو فاعل قام مرفوع وعلامه رفعه الواو نيابه عن الضمه لانه من الاسماء الخمسه اخو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه دي. ومضاف اليه كاف ويقوم الواو حرف عطف يقوم فعلا مضارع مرفوع للتجرد من الناصب الجازم وعلامه رفعه الضمه ظاهره على اخره اخو فاعل يقوم مرفوع وعلامه رفعه الواو نيابه عن الضمه لانه من الاسماء الخمس اخو مضاف الكاف مضاف اليه مبني على الفتح في محل جر وقام هذا وحكم مثالنا مركه لو رئيسم كان ورفع سنه هذه مثال حركه الاعراب او ضمه لو رفعينه ضمه راس هذه اسمك صحيح الاخر هنا وكم قني hadii uu muqtar akhri yahayna waa lagu qadaraa hadii yaa mutakallim la xiriir satara waa lagu qadaraa taas horad u soo gaatay baab al-ihraab ku soo gaatay tii kuugu midale marka fa'ilki oo ihraabki uu san ka muuqan ila intaas uu ku sheegay ka muuqday wa qama waxa isteegay qulaami wiilkaygi qulaamun waa yaa mutakallim la xiriir isimka yaa mutakallim la xiriir waa nagii soo ogaanay waa lagu qadaraa saddexda ihraabood damara waa lagu qadaraa fathada waa lagu qadaraa kasrada waa lagu qadaraa limunaasabana lagu qadaraa illa ماشي إحراب كدقي لها قرامي وحرف أقود من ميم كار بوسك إحراب كدقي لها واحد دقي يأداس كسر أي أبا مناصبة إلا يأ وإن كسر كور مرت كسر داس أدكتي مركا دوحة لا بهاي وقام قرامي ويلكي جيستغي قام فعل الماضي الممنون على الفتح الله محل الله من الإعراب قرامي فاعل قام مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على ما قبل يأ المتكلم ماشي يأ المتكلم ككور هذا ميم كار المقدرة مناع واحد دي من ظهورها إن الضمناص المغطة منع من ظهورها وحويان وحلا بهاي منع من ظهورها بحركة المنصب منع واحد ديدي إني وحوي من ظهورها ظهورها إني مغطى حد ديدي المناسبة مناسبة أو يأذن وحوي كسر أو مناسبة مرك وحلا بهاي غلامي مضاف ويا المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر مبني على السكون في محل جر أذلذا مبني على السكون في محل جر ايضا سو مجدد ويقوم غلام ولم ويقوم الواو حرف عطف يقوم فعل مضارع غلامي فاعل يقوم مرفوع علامه رفع ضمه مقدره على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهوره اشتغل محل بحركه المناصبه اشتغال المحل بوسكي احراب كدغله واميمك وا مشغوله حكم مشغولي بحركه المناصبه مناصبه حركه ديره ايوكم مشغولي وما أشبه ذلك يعني تسميح يشبهها هل كاس فاعل
وحي النقاط كانوا اسم ظاهرة أي قوة التسالي عن أم لين يضفكي باب معرفة علامات الإعراب اللي سعد باب كان فهمه فاعل ما أنت كذب إنه سندبين ماشوا كواكم حال الحكم كيس نوايقا علامة رفعه نوايقا حتى الشرح أيو قال يا محمد محي الدين عبد الحميد وأقول وحن ليها يري ينقسم الفاعل فاعلك وقيب سما إلى قسمين إلى بقى يبضو قيب سما الأول كان وهر الظاهر وفاعل ظاهرهم موقضة والثاني كلباتنا المضمر وضمير هاي لماذا سوق قيب سما ظاهر كي يهر مرنا إلا مضمر بارك يسوى صوص على هاي فأما الظاهر فاعلك ظاهر كا ما ظاهر ليه هذا فهو ظاهر كا ما اسم كوي يدل تصع على معناه معنيه سي بدون حاجة أصدر أبا هنين إلى قرينة علامة إلا الحريرية اسم ظاهر وحالي رابع لفتك مكا لغود أواق قفك هركة تصع علامة كالأمة بهم ومثلا رجل هدي ليه هذا وهو كردع إسلام مكا لغود أواق كل ذكر بارق من بني آدم قف كستة أو حقة أو بنو آدم ككمدة كان جهنا هدي ليه هذا علينا قفك على البيجر هو كاقبع مكا عصوه كردع فهو تصم وتصم مركا هكاس وحا كوعة تيسم ظاهر وحالي رابع مكا مكا لغود أواق ذاتي اللغو تلقى لي حركة تصيّة أصلاً علامات كلا أباهمين هاي وأما المطمر مطمر فهو مطمر كما شيء ويال لا يدل أن تسين على المراد معناها لو رجد منه حقيسة إلا بقرينة التكلم إن لغو حطل ماهن أو خطاب إن لا حطل ماهن أو غيبة مقناشة ماهن بما إرتا أيها اسمك لغو تلقى لي ما تصي كران إلا صدح أسمان مادو ونوعي ما أبدونا ضميرك لغو وحي وحكو تصان إنا بكو حرش شنو waxay wax ku tusaan in lagu la hadlayo shanno waxay wax ku tusaan inuu maqan yahay qaybi hadan calaamadaas leeyin ma tusan midalan tusale ana waxa loogu talagalo isticmaala qof asagu hadlayo anigu hadaan iraahdo ana anuu i tusaa lafdiga ku hadlidaan ku hadlay dirteed wax kale ma tusay hadii aniga leega bedelo calay ku hadlo oo iraahdo ana qaaimun ana asagay tusay aniga i tusimin sababtoo ah ana waxa loogu talagalay qofki ku hadlay inay tusto soo ma jeedid nahnu walam koox badan oo qof afhayeen u yahay nahnu hadu ila ayaga tusay hadii koox kale ku hadasho qolada way ka guuray qoladaas u tusa ku hadlidaa ku tusta anta mufrad mudhakkar mukhatab hal leh hadaa tirada anta tagaanta ku fiiqdo asaga tusay hadaa inta ka wareejido mid kale hadana tira anta adiga kan kala hadana hadaa ku hayday tusay qof kale la hadlayo bay tustaa qofan la hadlayo ma tusto geybadan waa huwa ina tirado ki soo ma jeedid calaamada haasay wax ku tusa damiirku marka wana noo ma doona wa dhahiru ismka dhahir ka ala anwaa nu'yaru ahadi li'annahu dhahiru imma an yakuna inu yahay mufradan inu yahay mufrad fa ati hadir at soo qaadatay xeerkeeda tiyu ku sharaxa inu yahay mufrad ko oo hal qof uu magac u yahay aw musannan inu laba qof magac u yahay aw majmu'an jam' inu yahay mid la jamciyay jam'an saliman jam'an nabad gal oo usan jamco taksiir ahayn waxa isla soo galay jamcu kar salim jamcu salim saw sadh ma مفرد مفنى جمع او جمع تكسير انو يهي افر افر تاسو سيديت كاغا ديغو ودوكو يرو كل متكستا او من الانواع المعيالكا كميدا على اربعه افرتا اما ان يكون انو هذا مذكر مذكر واما ان يكون انو هذا مؤنث او مفرد مركلين مفرد مذكر انو نوقو كران مفرد مؤنث انو نوقو كرا سو اوغات مثنى مركلين مثنى مذكر مثنى مؤنث جمع او جمع سالم مركلي جمع ذكر سالم جمع مؤنث سالم جمع تكسير مركلي جمع تكسير مذكر جمع تكسير او مؤنث ايو نوقو كرا كو فهذه تاسو ثمانيه انواع وسديد نوع وايضا نقشه او هتانو نوقو مركلي اسم كظاهر كا فاما ان يكون انه نوقو احرام احرام كيسا بضمه ظاهره ضمه موقته او مقدره انا لغو قدري انه نوقو كو واما ان يكون انه نوقو احرامه بالحروف حرف يا انه نوقو حرف يالك نائب ما نيابة نائبة حالة تمت كان نائب عن الضمة الضمة هالكاس كدر مرك من إحرار كي كم موضة يمد لغو قدر مد وحوين حركة الإحرار بيو أما ها كم موضة تانا لغو قدر كو يمد حروف الإحرار بيو سيدي بيه سيتي طرنوي سو طبعا ما أهم وحوين وحوكو إنو نغضة إحرار كي سو الضمة موقة تعمل لقدر مد كسوقات يمد ضمة بالإحرار بينا حركة الإحرار بينا حروف الإحرار بيو وطبعا مرك سيديد ورا لبداس مرك لو دارو وعلى كل هذه الاحوال حالتها استمنتو طوانكا اما ان يكون الفعل فعل كن نقض ماضيا ماضي واما ان يكون انه نقض مضارع مضارع هذانا فعل كي مرنا ماضي كدي طوانكي مرنا مضارع كدي لباتن لباتن كاس وا لباتن كاد سو مرتي او سو عرابتي
هذا لباتنك مثال كسينا فمثال الفاعل فاعلك مثال كيسة فاعلك مثال كيسة سو أمة جديد مركا لباتنك هاسي نقكرا وكوري مركا مثال هذا لباتنك يكون مثال فمثال الفاعل فاعلك مثال كيسة فاعلك المفرد مفرد كاها مفردك المذكر وليبا مذكر كاها مع الفعل فعل لجركي سحال وهذا فعل كالماضي ماضي كاها سافر محمد محمد صفري وكلوي وحضر خالد خالد نوايم تحرام كده ورد صمت مات حالة سافر نوا فعل ماضي محمد نوا مفرد سافر فعل ماضي مبني على فتح الله محلله من الإعراب محمد فاعل سافر مرفوع وعلامة رفعه أضمة ظاهرة على آخره وحضر خالد نالم هاي هذانا ومع الفعل فعل كي لجركي سحال وهذا مفرد كمذكر كاها فعلك المضارع مضارعها سقو مضارع ونقضي يسافر محمد محمد وصفراء ويحضر خالد خالد نوائمانا يسافر فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب الجازم وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره محمد فاعل يسافر مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره ويحضر خالد واللمد إحرام ومثال الفاعل فاعلك مثال كيثي فاعلك المثنى مثناها فاعلك المثنى مثنها مثنيه المذكر ومذكر كها مع الفعل فعل شركي سحال وهذا فعلك الماضي ماضيها أصغوا فعلك مثنى مذكرة فعلك الماضيها حضر وحي مادين الصديقان لبدي صاحب وسافر وحاصفين الأخوان لبدي ولا لها هاي حضر فعل ماضي مبني على الفتح الله محل الله من الإعراب الصديقان فاعل حضر مرفوع وعلامة رفعه حدها علامة رفعها مثنها وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد وصافر أخوان والمد ومع الفعل فعلك لجركي سحال وهذا مثنه مذكر كها فعلك المضارع مضارعها أصغو فاعلك مثنه مذكر كها لجره ومعناه فاعل النقضي فعل مضارع يحضر وحا إماريان الصديقان لبدي صاحب ويسافر وصفريان الأخوان لبدي ولا لها يحضر فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره الصديقان فاعل يحضر مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى ما ناب فيه حرف عن حركة ونون عوض عن التنوين في الاسم المفرد ويسافر الأخوان ويسافر الواو حرف عطف يسافر فعل مضارع ولمد مثال كرول مدي ومثال الفاعل فاعلك مثال كيسي فاعلك المجموع إلى جمعي جمع تصحيح جمع تصحيح جمع تصحيح حاصل لمذكر وصف ناضي أيضا فاعلك هي جمع المذكر الصالح جمع المذكر السالم أصغر فاعلك ويهي جمع المذكر السالم أصغر فاعلك ويهي سو ما جديد فاعلك أو جمع المذكر السالم إن فعلك هو ماضي هاي وذكر وفي ومثال الفاعل فاعلك مثال كيسي فاعلك المجموع إلى جمع تصحيح جمع تصحيح جمع تكسير كي يسكت علينا جمع تصحيح وفاعلك جمع تصحيح حاصل لمذكر وصغنا ذي معناها هو جمع المذكر السالم فاعلك مع الفعل لحاله لجر فعلك الماضي ماضي قها فعلك هنا هو ماضي فاعلك هنا هو جمع المذكر السالم حضر وحي مالين المحمد دون محمد يالكي بضنا وحج وحجين المسلمين المسلمين تي حركة ما اتقنا حيالي قام زي دورة صمر حضر محمد دون حضر فعل ماضي وي المحمد دون فاعل حضر مرفوع وعلامة رفعه وجمع المذكر السالم سماها وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع المذكر السالم ما نبى فيه حرف عن حركة ونون عوض عن التنوين في الاسم المفرد هي ومع الفعل صغو فعلك لجر فعلك المضارع مضارعها فاعلك وجمع المذكر السالم لكن فعلك يا مانتا هو النقضي فعل المضارع هي يحضر وإماريان المحمد دون محمد يالكي ويحج وحجنيان المسلمين المسلمين تي ويحج الواو حرف عتم لتاسع إعراب ويسكن مثل ودود يحج فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره المسلمون فاعل يحج مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع المذكر الصالم لأنه جمع المذكر الصالم ونون عوض عن التنوين في الاسم المفرد هاي ومثال الفاعل فاعلك مثال كيسي فاعلك المجموع إلى جمع تكسير فاعلك ما أنت واحد وين جمع التكسير جمع التكسير وهو مذكر وين مذكر جمع التكسير هو مذكر أوي فاعلك أوفير صمارك جمع التكسير مذكر أوي مثال مارك
اهي مع الماضي فعل كان هو ماضي ماضي لجرى حضر وحيمدين الاصدقاء صاحبتي حضر وحيمدين الاصدقاء الاصدقاء هو ما كان جمع تكسير حضر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب الاصدقاء فاعل حضر مرفوع وعلامه رفعه الضمه ظاهره على اخره جمع تكسير من يوكل الرفعيه هي مثال كلمه وسافر وسفرين الزعماء وضيالك ملحظه وسافر وسفرين الزعماء ملحظه وياشي وصفرين هاي سوميت سوميت جديد هاي ومع المضارع سو مضارع لجرا فاعلك واجمع التكسير مذكرة لكن فعلك يا مركب مضارع نقضي واي سوميت يحضر وإمانا يان الأصدقاء صاحبتي ويسافر وصفر يان أزع ما ومرحدي يحضر فعل المضارع المرفوع للتجرد من الناصب الجازم وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره هاي الأصدقاء فاعل يحضر مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره سوميت جديد وعلامه ويسافر الزعماء ومثال الفاعل مركا فاعلك مثال كيسي فاعلك مثال كيسي فاعلك المفرد مفرد كها مفرد كالمؤنث اللي ددغي فاعلك هو مفرد او مؤنث ددغ مع الماضي في الماضي هنا لجرى فعلك هو ماضي حضرت ويتمد هند حضر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب هذا محل له حريري باب وحن كسو اغاني علامات الفعل فعلك علامه اسم مركا لغه هدلاي وحا لي علامه تاء التانيث تاء لها جيرته تاداس فعلك للحريرية وحارة للحريرية مارك فعلك إدى السميدة أي مؤنث تايو لدكتا مارك فعلك قفك السمي مؤنث يو لدكيه فعلك تادى للحريرية أو واحد تصيدا فعلك قفك السمي إنو مؤنث يهي إيو سن مذكرة هاي مارك واحد ترادا هند فاعل حضر مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره دي. هاي مركا واخا ويهن حضرت واتمت هند حضرت حضر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب والتاء علامه التانيث مبني على السكون لا محل له من الاعراب هند فاعل حضر مرفوع وعلامه رفعه الضمه ظاهره على اخره هاي وسافرت وسافرتي سعاد قبل سعاد البجري وكو احرابتي مثال كره لميت ومع المضارع ايضا مضارع لجرت مركا فاعلك هو مفرد مؤنث لكن فعلك مضارع تحضر وإيمان إيسا تحضر وإيمان إيسا هند وتسافر سعادا ويسافر أيضا تحضر فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره هند فاعل تحضر مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره ومثال الفاعل فاعلك مثال كيسي فاعلك المثنى مثنها أها فاعلك هو مثنى مثنيه المؤنث الذي دغيه فاعلك هو مثنى وانا ضد مع الماضي ماضي ولا جره ومعناها فعلك هنا هو ماضي فعل ماضي هو وحا سميه وفاعل هو وحا وهي مثنى مؤنث حضرت ويمادين الهندان لبدي هند وسافرت ويسفرين الزينبان لبدي زينبان وسافرين واتقين اي وعلى راي حضر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب هذه ولا لحري hata taadaas waa anaga inii ficilka waxa taadaas la xiriiriyay markii faa'ilka ficilka in sameeyo mu'annaf yahay hada ficilka sameeyo xuduurka waxa sameeyo yimid oo ficilka sameeyo waa laba kabo soo ma jeedid marka waxa weyn ficilka inta aad la xiriiriyay wa taa calaamatu ta'nif asalka taadan waa reebanta maxaa loo xarakay waxa loo xarakay takhallusan min iltiqaa saakinin laba xaraf oo reeban carabiga lagu ma dhawaan karo isku xiga marka taadi asal waa reebanay الهندان همسده همسه الوصل الى هذاك marka la xiriiriyo la isku qabto همسده waa dhici lama akhriyo laamta ka dambeeydana waa reebanta laamta reeban iyo waxa isku soo aadaya taado reeban luguma wada dhawaaqi karo taada marka hoos dhig waxa hurrika bil kasratin de takhallusan min iltiqa saakinin الهندان فاعل حضر مرفوع وعلامه رفعه الالف الا هو مثنى مثنى حاله رفع يس الف ما وعلامه رفعه الالف نيابه عن الضمه لانه مثنى ونون نون تنحى ماشي لوكن ونون عوض عن التنوين في الاسم المفرد اسم كمفرد كهندون صوت تنوين كما يجري تنوين تي بدل كتما وسافرت واي السفرين الزينبان لبدي زينب الزينباني لبدي زينب وحي مثال كوريكو إعراب هاي ومع المضارع مضارع يقول لك فاعلك هو مثنى مؤنث فعلك هنا هو مضارع مك هذا يسمعين اما هذا كذب يسمعين لبدا قبل وعلى هذا هاي تحضر وإيمانيان الهندان لبدي هندو حتى إيمانيان أما هذا هو إيمانيان وتسافر ويسفريان الزينبان لبدي زينب تحضر فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجاسم وعلامة رفع الضمة ظاهرة على آخره الهندان فعل تحضر مرفوع وعلامة رفع الألف
نيابة عن الضم اللي أنا مثنى ما ناب فيه حرفنا نائبة عن حركة الضمه كان نائب ونون عوض عن التوين في الاسم المفرد وتصافر زينبان وكو إعراب هي ومثال الفاعل فاعلك مثال كيسي فاعلك المجموع إلى جمع تصحيح فاعلك ما هو جمع تصحيح معناه هو جمع وأنا صالح من الجيدة جمع تصحيح ومرك كلهم حوز كإلى علينا وكإحترازة جمع تكسير أيوس كإحترازة معناه جمع تكسير ما هو فاعلك هو جمع تصحيح وجمع أنا صالح من الجيدة وهو كل ومثال الفاعل فاعلك مثال كيسي فاعلك المجموع إلى جمع تصحيح جمع تصحيح حصل لمؤنث أسوق ناري بدك أسوق ناري وجمع أنا صالح هي فاعل جمع تصحيح حصل مع الماضي ماضي لجرا فعلك هنا وماضي فاعلك هنا وجمع المؤنث صالح حضرت ويمادين الهندات هندوين كيف فرح بدنا وهي حضر وفعل ماضي تابع وعلامة التانيث وتسوقاتي صفت اللوحة لكينا واتقنا وتخلصا من التقاء الساكنين الهندات فاعل حضر مرفوع جمع المؤنث صالح حلو رفعي كيري ضمص ما مرفوع وعلامة رفع الضمة ظاهرة على أخيره وسافر الواو حرف عطف سافر والله مثل دوات عن اعراب كده وسافرت زينبان زينبات واي ومع المضارع سوى مضارع ما كان لجيره وما هي معناها فاعلك يا جمع نصالم او مركه فعلك هي مضارع وحد يبقى سمينا يان قبلها فعل كان اما هذا وي سمينا يدب دم اي كسمي دونا تحضر وي ايمان يا الهندات هندوين كي حد ايمان يا او فعل كان ايمانشها حد سمينا يا واي وتسافر ويسافر دونان اما حتى يبقى سفر يانا دقاقيا حتى يبقى عقتك كباها قلينيا سو ما جديد الزينبات زينبوينك حتى يسافر يانا وعطر هذا تحضر فعل المضارع المرفوع لتجرد من الناس والجاسم وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره الهندات فعل تحضر المرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره وتسافر الزينبات وعلمه ومثال الفاعل فاعلك مثال كيستي ايه فاعلك المجموع لجمعي جمع التكسير فاعلك لجمعي جمع التكسير وهو جمع التكسير كاسونا للمؤنث نصب ناضي مع الماضي ماضي لجري فاعلك هو جمع التكسير جمع التكسير كنا هو مؤنث ماضي لجري معناها فعل كنا هو ماضي حضرت ويمادين الهندات دوينك بطنا حضر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب وطع علامه التأنيث وحرك بالكسره تخلصا من التقاء ساكنين الهندات فاعل حضر مرفوع وعلامه رفعه الضمه ظاهره على اخره وسافر الواو حرف عطف والله مثل مثال كان سو اعراب ما يكن اسكو مد سافرت الزينبات وحلمت هاي حضرت الهندات ومع المضارع سوى مركب مضارع لجري جمع تكسير مؤنث او فعل وحويان ويهي مضارع تحضر وي ايمانيان الهندات دوينك حد ايمانيان اما دب دمي كايمان دونا هاي وتسافر وي سفريان الزينبات تحضر فعل المضارع مرفوع للتجرد من الناصب الجاسم وعلامه رفعه الضمه ظاهره على اخره الهندات فاعل تحضر مرفوع وعلامه رفعه الضمه ظاهره على اخره ومثال الفاعل هي فاعلك مثال كيسي الذي فاعلك إعراب إعراب كيسو بالضمة ظاهرة الضمة كمغضئوية هذا واحد المثالين فاعلك أو إعراب كيسو الضمة كمغضئوية واحد أنا صمر ها مثال ما بناتاس وحوكو يري ومثال الفاعل فاعلك مثال كيسي الذي فاعلك أسو إعراب إعراب كيسو بالضمة ظاهرة الضمة كمغضئوية جميع ما شيء دماتيس ويتقدم الصور مرة من الأمثلة مثال ما عدا المثنى وحي مثنى كصهري مثنيه المذكر المذكر كها هي والمؤنث مثنيه مؤنث كها هي وجمع التصحيح جمع التصحيح خاص والمذكر اسم هذا جمع ذكر سالم هي مثنى ما انت كلمة ضمك مقتص لو رفع من وحا لو حنا تقول سو ودني هاي ومثال الفاعل فاعلك مثال قيسي الذي فاعل كاس اعراب اعراب كيس بالضمه المقدره الضمه المقدريه حتى وحو هلكان نوغه شيغيه فاعلك ومرك إعرابك يسوي هذا الضم لكن ضم هذا اللجوء قدر يسنك موقني مع الفعل الماضي فعل ماضينا مرك فاعله حضر وايمن الفتاة والكذا يرضاها حضر فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الفتاة اسم مفرد وانا فاعل الفتاة فاعل حضر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر ساسوي منع من ظهورها التعذر هاي واقصة وسافر القاضي قاضي يا صفي تنوى إعراب إنه كبدل أنت سافر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب القاضي أي اسم مفرد وأنا فاعل هاي علامة رفعه روى ضمير لوجو قدرية لكن تيور إيه تنوى كل دوي تيور ألف أودم بيو سببت لوجو قدرة وحيه تعدل معناه صورة قلب ما هني لقى موجيو
tan laakiin sababta loogu qadaraya waa fiqal culays waa laga muujin kara laakiin waa culusta oo waa la dhigi kara safar al qadi waa la dhigi kara laakiin aad ay u dhib badan tahay waa culusta carabiga culayska waa laga ilaaliyaa soo ma jeedid marka waxa leedahay سافر فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب القاضي فاعل سافر مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره على الياء منع من ظهور الثقل واقبل وايم صديق صديقي انا صاحبك هذا فاعلك واسم مفرد اعرابك هنا هو لو قدر لكن صرت لو قدر هذا هو سبب عصب او ما هي وحا لا حريرسد اسم كاخر كيس اسم كلو لير يا المتكلم او اعرابك مشو دغله هذا صديق قاف كاس ادمه اسمك قافته دغله waxaa la saaray yaadaas ka dambeeyda kasra u munaasiba ilaa yaada waxa u munaasiba in kasra ka horeeyo marka ixraabki meel u dagan ma la waa in lagu qadaro waxa la baahay aqbala wuu soo qaabilay sadiqi saaxibkay aqbala fi'l maadin mabniin ala al-fath la mahalla lahu min al-i'raab sadiq fa'il aqbala marfu'u wa alamatu raf'ihi ad-dammatu al-muqaddaratu ala akhirih mana'a min dhuhuriha ishtighalu al-mahall mahallki ixraabku dagilaha waa mashquula اشتغال المحل محوكم مشغولي بحركة المناسبة حركة مناسبة وهي إذا ضمبيضة أو كسراء وكسراء صديقي مضاف وياء المتكلم ضمير متصل مبنين على مبنين على سكون في محل جر مضاف إليه واي ومع المضارع أنت هذا الصوم مري أو هذا المضارع اللي شفت أو ما هي معناها اسم كيو ألف الضمبيو أو إلا ذا إحراب كلو قدر أي شيء تعذب أو فعل كمضارع هي كو أو يهي فعل كمضارع محمد دلالات وان محي فعل كي او waxa weeyaan mu'tal aakhir bil yaa yaa ku jiray yaa ayuu ku jiray fiil kii oo u dambeeyda fiil kii waa mudari haye fiil kii hadana waa mudari laakiin faa'il kii waa maxay waa ism yaa mutakallim ee la xiriirsatay saddex daas saddex di aan hadda soo marno fiil ka maadi faa'il ka u noqotay ayuu fiil mudari hadana uga dhigin faa'il fiil wuxuu yiri yahdur wa imana alfa tashabki ويلك الاليراد هو إيمان يحضر فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناصب والجزم وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره الفتى فاعل يحضر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهور التعذر هاي ويسافر القاضي يسافر فعل المضارع وإعرابك سوى تقانا القاضي فاعل يسافر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل وليس الدينين لقم موجيه يادة ويقبل وسوق بلا يا صديقي يقبل وتعنى فعل مضارع صديقي فاعل يقبل مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة على ما قبل يا المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة صديقي مضاف ويا المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه ومثال الفاعل فاعلك مثال كيسي الذي فاعلك إعراب إعرابك سبيل حروف حروف أحا حروف تاسو عن نائبة النائب كأعن الضم الضم ما كيو يتقدم صهر مري أو من أمثلة الفاعل فاعلك مثال الذي سأه فاعلك المثنى مثنه أها مثنيه المذكر مذكر كأها أو المؤنث أمدد كأها إيو أمثلة الفاعل فاعلك مثال الذي سي فاعلك المجموع إلى جمع تصحيح جمع تصحيح حاسو اللي بذكر وصنع هذا أيضا فاعلك حرف لإحراب أيو حرف كاسو نائب كيها الضم وسو قالت واحد كو سو قالت مثنها الف ايا لو رفعنا ضمه كنائبه مثنى مذكر كان مثنى معرفه لبدا جمع مذكر سالمنا وحا لو رفعنا اي وو وو داسنا وحا كنائبه ضم marka حرف ايا لا اعرابيه صدح داس مثال او حركه كنائبه حركه كنائبه تاسل كاسد كو سو قالت ومن امثلته هي ومن امثله مثال الذي سوى حكى لكم اذا ايضا نقشه مع الماضي سوى فعل ماضي لجرى حضر ابوك ابها ايمت واسماء الخمسه دي حضر ابوك ابها ايمت وسافر اخوك ولا لك اسفر بل احرام حضر فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب ابو فاعل حضر مرفوع وعلامه رفعه الواو لو اسماء الخمسه وعلامه رفعه الواو يي نائب كتاي نيابه عن الضمه لانه من الاسماء الخمسه ما ناب فيه حرف عن حركته ها حرف وود اها ونائب كيه حركه او ضمدي ابو مضاف كاف ترى حتى الضمير المتصل المبني على الفتح في محل جر مضاف اليه وسافر اخوك ولن ومع المضارع سو مضارع لا جرينا وحا وين يحضر وحا ايمان يا ابوك ابها ويسافر اخوك ولالك وسفر اسكمت ويسافر اخوك قبل اسكعرا يسافر فعل المضارع المرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلاقه رفعه الضمه ظاهره على اخره اخو فاعل يسافر مرفوع وعلامه رفعه الواو نيابه عن الضمه لانه من الاسماء الخمسه ما ناب فيه حرف عن حركه
أبو واحد هذا أخو مضاف الكاف والضمير المتصل المبني على الفتح في محل جر مضاف إليه فاعل أو اسم ظاهر النقضي أنت صاحب الرماد أنت صفقة كفهم وعي ومسيح يسوع أركته إلهي هو فضله أنواع الفاعل فاعلك معيالك يسي فاعلك المضمر أو ضميرك أها هي فاعلك أو ضمير نقضي معك ضمير دلو يروى مبني محرب معها لكن وحال لي محلك أيو كرف إسان يو اسم رف رف إسان بوس كيسو دقيو تاس مبالا ديه دونا هي وانا لبيطان بيسوي لبيطان كاسا لغا رمينة فانتو قال وحول محمد بن محمد بن داود السنهاج والمضمر ضميرك اثنى عشر والله بيطبع فاعلك ضميرك والله بيطبع نحو وذلك مثالك نحو قولك وهذا الكارو قلت تراهضو ضربت انا قراعي تأذيس قدن قفك هدلا يوي اما مذكر هذا او مؤنث هذا واسكمي قفك هدلا يهدو يرادو انا سمي اساك هدلا ضربت انا قراعي دي ضربة كليا ماهن فعل كستا تأذيس دي لحد يدو نوعاس قلت انا اري سمعت انا دغيستي قرات انا اقريي قتلت الكافر قالك انا ديلي تعرف تد فيلك انت الحرير تاذن قد ودمصر خلاص قفك هذا يوي رجي الضمن هو اسكمت هل قفه هذا يوي افعلك ما كان سمي اي ضربت مركزين لو احرام فعل ماضي حرف يصير توغت سيد الله احرام يا مركه الا حرير صد الضمير رفع متحرك ضمير رفع متحرك انه سوها وهو ها تاء فاعله ضربت ضربت ضربتي وصدح خلاص كل جيت وحل اسكو يره هذا تا فاعل كو يا نا فاعل ضربنا نغا غرامن يو نو نسوا ضربنا هوانك يا غراعن انا دمرك سو ما جيدي صدح لا سال اسكو ديجري ضمير رفع متحرك ما هي هاد حكم كده وين كل لابطه باب فعل ماض حكم كده هو ها مر بعدي ضمير رفع متحرك فعل ماضي ولا حرير سدو ان فتحه اللغو قدره ايوها واجب ايه مركا انا احراب مبل ضربت ضرب فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون العارض لكراهة توالي أربع متحركات فيما هو كل كلمة الواحد فرد صمرت واحد صمر كتاب كان بكو صمرني سوف تشيدي ضرب أدلبة إلا بعض سكوك فعل كوية فعل ماض مبني على فتحة مقدرة فتحة والوقدرة فعلك ماضي لقوب بريتشري وما تقول الله لك مبني على الفتح وانا يصالحين فتحة ما أنت كمان مغطى والمقدرة مبني على فتحة مقدرة على آخره محدد ذي إني كم مغطى منع من ظهورها إني كم مغطى واحد ذي اشتغال المحل مش أي دقلة بعض وي أيام مشقوش شيء ومحيكم مشقوش اشتغال المحل بسكون العارض سكون كذلك كيم سكون أول يعني مش تشوق تشين إنه عارض عارض حلا روح كذا دب كيم هذا ومرضا بيجي هذا بسكون العارض أمقو سكون كانوا صدوني لكراهة توالي أربع متحركات وحالا نبعي سنة يا أفر حرف أو اسكو حكتا إني حركة سنابا أو ضرب أو صد حرفة يطعب أفر حرفة كوة بسكون العارض لكراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحد واي ما ذا وحال لا ذا هاي وحنا وليش إذا ضربت طابا ضربت وطاء فاعل مبني على الضم في محل رفع تاسوا اسكدي كرتا وحا كلو ليره دا وطاء ضمير متصل وضمير عامل كيسي لحريره الا ضمائر طلبه لو قيبيا مد عامل كيسي لحريره يا مد كسوعن حتى تر و لحريره تاسوما مره وحا ترى دا وطاء ضمير متصل وضمير عامل كيسي لحريره وطاء ضمير متصل مبني على الضم محل صار ضم ضمره سالو بينينا مبني على الضم في محل رفع محل كرف حسين لا بوصف فاعل ودقي مبني على الضم في محل رفع ساس الله كل انت كالاعراب كده كوفو دي مارك بل في رسيده اوفو ضرب ضربت ساس انا سماها هي ضربنا يا يري هذا حدي هل قف اسو اسوينينيا ما راس وادك سا ضربنا انغا غرعني اولي هدو كوخ ايغو فعل كيسله سمي افين يهين مخوليهي ضربنا انغا قرعني قلنا انغا نري سمعنا وا مقلنا قرانا وا اقرنا اكلنا وا عمنا نمنا وا سيحنا يولي افيرو كوخ ويا مركا اما كلغيسا كوخ اسكا دغايو اسوينيني مركا وحتى ضرب فعل ماض مبني على فتحه مقدره على اخر منع من ظهور اشتغال محلي بسكون العارض لكراهه توالي اربع متحركات فيما هو كالكلمه الواحد ما ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل
كل ساس وإعراب وضربت هل نينا لغلا هضلا ضربت نيه وأذاك راعي قلت أذايري أكلت أذاكنا سمعت أذاك دقيستي وضربت ضرب فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة على أخير منع من ظهرها اشتغل المحل بالسكون العارض لكراهة التواري أربع متحركات فيما هو كل كلمة واحدة وطاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعلوي سوما هي وضربتي قبري هذا قرعي هل قبرها لغلها هذا ضربتي هذا قرعي قلتي أذايري سمعتي أذا دقيستي قرأتي أذا أخيه كتبتي أذا قري سوما جديد ذهبتي أذا تجي خرجتي أذا بحي دخلتي أذا سوق قري هذا واحد كاستاء هل قبر كرجي لغلها هذا ضرب فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون العارض لكراهة التوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة كالكلمة الواحدة وطاء فاعل مبني على الكسر في محل رفع فاعل أمسر واحد رضا وطاء ضمير متصل وفاعل مكتتابا وضمير محل فعل كيسيو الحريرة وطاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع فاعل وضربتما ضربتما اللذي نانا كراعين لبرك أنا والله أدي لو استعماله والله خدابا لبضمر أنا والله خدابا ضربتما اللذي نانا كراعين ضرب ضربتم ضرب فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة على آخر منع من ظهورها اشتغل المحل بالسكون العارض لكراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحد وطاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل ضربتما ميم تبع هذا والميم حرف عماد وحاله لجد حرف عماد أليف تكدم بيضة وحي ربطه وحكه رأينا لكرده طبعا هنا وحي ربطه إن لقده ووحك الأقبال منه وطأفا على سوما إن لقده ربطه أليف تنو وحي ربطه وحكه رأينا كرده لصاره مارك أيضا كلا علينا إذا ميم كان أنت نحن لقل شيء آل إرطائه أدوه تضمد على قضاء الله أليفو فتحال الأبهنة ميم كان كفيس الصاره خلاص marka way tiir kale xilinaay soo majid alif tan waxa jira wad wal alifu calaamadu tasniya wa calaamadku tusayda ficilka laba qof inay sameeyay wa darabtum al wa harf atin darab fi'l maadi mabni ala sukun mabni ala fathati muqaddaratin ala akhir man'a min dhuhri ishtaghal mahall bi sukun al aridi li karahati tawari arba' mutaharrikat fi ma huwa kal kalimatu wahida wa ta'u damir muttasil mabni ala dhamm fi mahall raf'in fa'il ميمتنا والميم علامة جمع ذكور وحيكو تسي ميمتاسو فعلك وحي سمي إليهن كوح رقع ضربتم رقي نام بدنا قرعدين وضربتم الضمر كي نانا قرعي ضرب فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة على آخر منع من ظهور اشتغل محل بسكون العارض لكراهة التوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحد وطاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعلوي مونت محل هذا ونون علامة جمع النسوة مونت أنا وحي كنت سيدا دمر بدن إن الفعل كان سمعيه أي وضرب هل كنن مقنايا قراحي في ضرب قال ويري أكل وعني نام واسيحني سمع ومقلي ومقلي سو ما جديد مارك وحل هذا هل نون مقن أي سمع فعل ضرب فعل ماضي مبني على الفتح إلا محل الله من الإعراب ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير أفرص فاعلك وفاعله ضمير مستتر جواز تقديره هو فاعلك وضمير ماشك أسطرا وهو هذه الصوريته وأسطرين ما قرأت مركة واسداس وضرب هذا هلكي قف الضمر كهذا قرع عضي هلكي قف الضمر كهذا قرع عضي ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب فتح هذا كم مقطع وطاء علامه تنيث مبني على السكون لا محل له من الاعراب هل قف الضمر هو مكانه سميدي وفاعله ضمير مستتر جواز تقديره هي ابلاغ في وضرب لبدي يا قرعين لبدا سو لب رغنا وي نوقو كران لب دمر انا وي نوقو كران واسكو ميد لب مكان ام با قرعين الف تنسا سا لو استعمال قرا وا يرهدين اكلا وا عنا سمعا وا دغيستين قرا وا اقريين ذهبا وا تقين خرجا وا بحين كتبا وا قرين واسكو ميد ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب اي و الف التثنيه فاعل الضم الف تام اما واحد هذا وين الف الضمير المتصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الف الاثنين الى الف تام لب قف كنت سين في كسمي وضربوا الواو حرف عطف وضربوا رقي بدنا يا قرعيده رقي بدنا مقنوي
وضربوا رجي ما قرعي وضربوا ضربوا فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة فتحة ما أنت والو قدرة هاي الفعل محل حرف سري واو الجماعة اللي حرف ستي وأنا صوم مرة واو الجماعة اللي حرف ستي اللي قدرين أي محل النهاية ضربوا فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة على آخر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة فتحة عن ماشي الدقي اللي هذا كم مشغوش فكيف فتحة الدقي شرتي بعد كل كده سمعت وين مشغوش بوسكي أو معي لا مشغوش waa degtay wowda waxa uu maraasiba damay inay kor marto damadii marka booskii degtay saas maayshi waxa waa ka mashquulshay hal xarafna laba xaraf kale isma dul saaro waala marka wa waawul jamaa'ati dhamir muttasil mabniy ala sukun fi mahall raf'in fa'il saas leeb alif tam halida darabuka dhamayda wal alif fariqatun bayna waawil mufradi wa waawul jamaa'a alif taas waxay kala saartaa wowda jamaa'ada tusayda oo fa'ilka ah iyo wowda waxa weeyaan kelimada u dambeeydo oo aan faa'il ka ahayn oo mufradka oo waxa weeyaan yadcu ninkiya u yeera hal nina faa'il kan sameeyna soo bixi taaso kale alifta laga ma daba qor laakin tan waxa weeyaan jamaa'atu say waa laga daba qor mar wa darabna dumarkii badnaaya garacay wa darabna dumarkii badnaaya garacay waxa leedahay wa darabna alwaaw harf atfin darabna ضرب فعل ماض مبني الله ضرب فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون العارض لكراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحد فيما هو كالكلمة الواحد الله فيما هو كالكلمة الواحد الله والنون نون تامكة وعلى هاي والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل ونون تصوح ويان علامة جمع النسوة أي تسه علامة جمع النسوة أي تسه جمع مؤنث أو مقام إنه فعل كسمين كتسه هل كاسوح نكوه قانا اللبي يطبان كي ضمير فاعل كنقود شرم أو فعل كي لحريره وضمير متصل هالين هذا وحوين شارح نو كين دونا اللبي يطبان ضمير فاعل أو فعل كي كصاع أو فعل كي لحريري هو أسمح لي هذا الضمير منفصل هو أنا حلي هذا الضمير متصل متصل وهو فعل كي لحريري منفصل ما كسوعين هي شرح بلانا رقم محمد محي الدين عبد الحميد وغيري وأقول وحن لا يهي قد عرفت وصوغرت فيما كي تقدم هرمري المضمر مضمر بحالي راه باب كورت كصوغرت ومركو شرح أي وحويان فإن أقسام الفاعل وأنواع الظاهر منه باب كاس مركو شرحي الضمير صاشي قوي ما لا يدل على المراد منه إلا بقرينة التكلم أو خطاب أو غيبة هل كاسو كو صاشي مركو قوي قد عرفت واسو قرطي فيما كي تقدم هرمري المضمر مطمر ما هو محوي والآن هدير نعرفك وحن كبري نهو كو يري على أنه مضمر كي على 12 نوعا لبي طبعا نوع انه يهي هذا لبي طبعا نوع انه يهي تاس ايام كبار انه يهي وذلك كاس وحويان وذلك ارن كاسنا ثابت واسقنا او انه لبي طبعا نقضا وارن سقا لانه ضميركو اما ان يدل انه كتوسو على متكلم قف اسقو هذا انه كتوسو كو واما ان يدل انه كتوسو على مخاطب مثل هذا يلابو اي وإما أن يدل إنه كتوسو على غائب مت مكان صدق هرت صدق راس وحنا هين من نقضه ضمير سي سبدل يقول أوكو كتوسين قف أصو هاد ليه أما مت لا هاد ليه أما مت مكان ولا جو رمي والذي مرك مت كي يدل كتوس يا على متكلم مت هاد ليه يتنوع وقف سما إلى نوعين مت والبا مرك صدق راس مت والبا بس يقف سما وين أوفير سطع مت كتوس يا قف هاد ليه لا ما بيسو قف سما لأنه متك حطليا إما أن يكون إنه يهي المتكلم لأنه شأنه واسكالي كرتا لأنه شأنه أرنت وحوي إما أن يكون إنه النقضة المتكلم كان حطليا واحدا حلقف إنه يهي فكي تمر وقرر هذا وإما أن يكون إنه النقضة أكثر وحكبضا من واحد مت لا لا أصيب مت نقض وحا حطليا إنه حل مت يهي حدو مت يهي سعاديا وحطليا وحويان ضربت أولي قلت هدو حوغيس وينينا يا حوغيس كو يهلينا وكولي قولنا ضربنا أولي سوما تشيدين
hadu mid ka badan yahay hadlayaan qulna darabna ili maadaas marka waxa adeegsada qof asagu isweynaynaya iyo qof la jiro koox kale waxa weyn la leedahay arinta qofka kaligiisana muxuu adeegsan darabtu qultu tabasu adeegsan waad garatay Soomaa maxaa soo haray qof la hadlaya damiirka tusay imis u qaybsami waa kana والذي ضمير كي يدل كتوسي على مقاضب مثل لحظ ليو أو أمس غائب مثل مقال ولا لحظ ليو يتنوع وقيف سما كل متكستو منه ما لبدو كمد إلى خمسة أنواع شن ضمير كتوسي مثل لحظ ليو شن وقيف سما ضمير كتوسي مثل مقال ولا لحظ ليو شن وقيف سما شن وقيف سما شن تيو كترنسينة لأنه ضمير كي إما أن يدل إنه كتوسي على مفرد مذكر hal nin oo la hadlay inuu ku tuso u fiirso way ma ay yadulla inuu ku tuso ala mufradatin muannafatin hal gabara oo la hadlay inuu ku tuso way ma ay yadulla inuu ku tuso ala muthanam labo la hadlay mutlaqan kala qadlaan macnaha mudakaraan noqdeen ama muannafan noqdeen saddex soo ma aha way ma ay yadulla damirku inuu ku tuso ala jam'in mudakkari jam' mudakkar oo la hadlay wa afa way ma ay yadulla inuu ku tuso على جمع مؤنث جمع ددغو لا لهد ليو دمر بدن لا لهد ليو هاي فيكون مركا انت شان سوماهم شان توكلو قيبا كدي انو توس مفرد مذكر هو لغا لغا ورمي اسا واحد لما وا لغا هدليا ايو مفرد مؤنث لغا هدليو مثنى لغا هدليا اما مذكر مؤنث جمع مذكر لغا هدليو اي جمع مؤنث لغا هدليو وا شان يا شان لبادي متكلم قاعد كو دخ وحو كو يدي فيكون وحو نقنا المجموع اسكو دخ لبا متكلمة شن مخاطبة شن غائبة اثني عشرة لبي يطران كاس ينقونا يانوكوي لبي يطران كاس اي ينقونا يانوكوي فقال كاس اسكي تشوغو الله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.